ما في داعي بقى للتمثيل، انت خلص دورك. طلاقك اخدتي وقطعتي العلاقة ودايسة هلأ بساطنا. هذا ما له اي تأثير علي. انا كنت مجنونة لما غلطت وعطيت كنتي مكانت بنتي. ما فكرتك رح توقفي ضدي هيك، بس انتي مصرة ما تعملي الا اللي براسك. لك انت بهالعملة اللي عملتيها كسرت كل ثقتي واملي فيكي. يعني انت مفكرة انك وفيتي كل واجباتك اللي لازم تعملها الكنة؟ انت بما انك الكنة كان لسه من واجبك انك تعطي السعادة لكل هالعيلة هاي، بس انت بعملتك ما جبتي لنا غير الحزن لبقية حياتنا. وخلي شغلة ببالك، انت فشلتي انك تكوني كنة. لا خلصنا بقى، خلصنا روحي. انت ما بتعني لي شي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.